حسيت أثر الأيقونة على شغلي بعد ما عملت اختصاص بالفن المقدس بالأيقونات والشرقية تحديدا. وقد ما كان هيدا الشيء مذهل بالنسبة لي دراسة الأيقونات، كان كتير طبيعي يفوت على شغلي. أوقات كتير كنت فكر أنه أنا بدي هجر، خصوصي لما صار عندي ولد. بعدين صرت انتبه أنه مش مزبوط، ما بدي هجر، كان بدي أزمط بابني، ما بدي واقف رسمي، مش ممكن واقف رسمي، يعني هذا ما بيوقف. وأنا المحل اللي واصل عليه حبه، يعني المسرح الصغير تبعي مبسوطة فيه، عملته حياتي ببيروت. يعني لو ما كنت بيروت ما بكون أنا. أنا بظن لما بتقدر تعملي التواصل، لما شغلك بيعمل تواصل مع آخرين، بتحسي إنه هذا بالنسبة لي مجرد فكرة العرض. لما بتعرضي شغلك لآخرين يعني بهمك رأيهم. لما بتقدر تعمل لوحة هالشي بحس إنه نجحت.